على هامش المران الحقيقه زميلي امير، انا عايز اتكلم على نقطه مهمه جدا فضل. طبعا، والحقيقه يعني كابتن محمود الخطيب بشكل عام يعني اب واخ اكبر لكل اللعيبه وكمان لجمهور النادي الاهلي. النهارده كانت في لقطه مميزه جدا، يعني احد طبعا اصحاب الهمم طبعا وذوي الاحتياجات الخاصه وهو يمكن اسمه محمد عبد العاطي، يعني كان كتب تويته ويمكن قال حلمه وامنيه حياته ان هو يتواجد في النادي الاهلي ويقابل الكابتن محمود الخطيب. وكعاده الكابتن محمود الخطيب الحقيقه يعني قابله النهارده ويمكن عند دولاب البطولات التقط مع بعض الصور التذكاريه وتوجه بيه الى مختار التتش. يمكن هو بيتابع المران دلوقتي مع الكابتن محمود الخطيب، وضاله كمان على التيشيرت لفته يعني طيبه جدا وبيبقى ليها مردود. احنا بنعرض اللقطات هي كريم على كل جمهور النادي بيتكلم معانا، يعني شايفين لقطات وجانب انساني مهم جدا ومميز، ودايما الكابتن محمود الخطيب ما بيتاخرش في مثل هذه الامور يعني في الحقيقه. دي حقيقة طبعا زميلي يا امير، يعني اللقطة رائعة ومميزة جدا، ويمكن دي رسالة تقبل لكل جمهور النادي الاهلي. يعني الامور دي بتفرق بشكل كبير جدا مع كل الناس اللي بتحلم تكون متواجدة داخل النادي الاهلي. انت عارف حلم كبير، الناس بتبقى متواجدة بره بتحاول تسالنا ممكن نخش نتفرج على تدريب، عايزين نخش نصور على دولاب البطولات، امور عديدة جدا طبعا بتبقى يعني في شهوة كبيرة جدا لكل الجمهور. لكن الحقيقة يعني طبعا كابتن محمود الخطيب بقيمته الكبيرة ان هو يتواجد مع يمكن محمد عبد العاطي، ويمكن كمان هيكون في لقاء من خلالك طبعا امير. يمكن الراجل اتكلم بشكل كبير جدا على حبه الكبير للنادي الاهلي، لكن لقطه مميزه جدا بنحيي عليها اكيد الكابتن محمود الخطيب، وده مش امر جديد على مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. لو بنرجع تاني امير مره تانيه للاستعدادات الخاصه بفريق النادي الاهلي، انت عارف طبعا يعني فقدنا عدد كبير المباراه الماضيه ويمكن بنفقد كمان عدد، لكن هيرجع لنا بقى السوليه من جديد.